معالي الأستاذ سليمان بن عبد الله الحمدان، رئيس هيئة الطيران المدني السعودي، شكرا على وجودك معنا بـ CNBC عربية. دعني أنطلق من موضوع الخصخصة بالنسبة لمطارات المملكة وبنسبة 25%. ما هو البرنامج المحدد لهذه الخصخصة خلال الفترة المقبلة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا شكرا لكم على الاستضافة في CNBC. الخصخصة هي حقيقة أحد المحاور الرئيسية في الخطة الاستراتيجية التي اعتمدها مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني منذ فترة قريبة، وهو حقيقة هذا البرنامج هو امتداد للاستراتيجيات السابقة. كما تعلمين كما يعلم الأخوة والأخوات المشاهدين أن المملكة حقيقة شاسعة الأطراف، يوجد فيها 27 مطار، والهدف الرئيسي من برنامج الخصخصة واحد، اللي هو الارتقاء في مستوى الخدمات بالنسبة لمطاراتنا. الشيء الثاني أنه إحنا لدينا هدف أساسي، وهذا ضمن توجه قيادتنا الرشيدة في هذا البلد الكريم في مشاركة القطاع الخاص في العديد من المشاريع الحيوية. الخصخصة لا تنحصر فقط على المطارات تحديدا، وإن كانت هي أحد الأهداف الرئيسية، وإنما نحن لدينا توجه حقيقة يعني واضح بالنسبة إلى تحرير السوق بشكل كامل. تحرير السوق يعني دخول شركات أخرى متخصصة في خدمات المناولة الأرضية، متخصصة في خدمات التموين، قطاع الشحن هو أحد القطاعات المستهدفة في التخصيص. كذلك هنالك حقيقة بعض الخدمات المساندة في الهيئة، ومثلا احنا الان تم اعتماد تخصيص قطاع الملاحه الجويه، قطاع خدمات تقنيه المعلومات، فالبرامج حقيقه شامله. ولذلك احنا عندما نتكلم عن المطارات، نحن نتكلم تقريبا عن المطارات تقريبا الرئيسيه وبعض المطارات الاقليميه. اذا رجعنا اشهر قليلة إلى الوراء، مطار الأمير محمد بن عبد العزيز في المدينة المنورة هو أحد المشاريع الناجحة الذي يعني تم إنشاؤه بالكامل عن طريق القطاع الخاص، أوكي، وهذا أحد النماذج التي ستطبق في العديد من المطارات المشابهة كمطار الطائف، مطار القصيم، قد يكون مطار حائل. ولذلك مشاركة القطاع الخاص هي أحد الـ يعني الـ الأهداف الرئيسية في هذا البرنامج. عدا ذلك هنالك برضو يعني توجه ليس فقط في التخصيص، وإنما برضو إحنا ننظر الآن إلى موضوع إنه إحنا إلى رفع مستوى الخدمات. نحن اليوم في عندنا خلال العام الماضي 2015 أعداد المسافرين من وإلى المملكة كانت 81,500,000 مسافر. إحنا في عندنا نسبة النمو تقريبا في حدود 9.3%. نتوقع برضو النمو يستمر، هذا على الرغم من محدودية الطاقة الاستيعابية للعديد من مطاراتنا، إن لم نقل يعني حقيقة مجملها. ولذلك لدينا برنامج طموح الى انه احنا نعمل على الابجريد، اوكي، وتطوير كافه المطارات، وليس حصرا على المطارات في المدن الرئيسيه، وانما المطارات الاخرى في كافه قطاع المملكه، في كافه مناطق المملكه ستحظى باذن الله بنفس الاهتمام ونفس الدرجه من الاهتمام. في جدول زمني للانتهاء من برنامج الخصخصه كامل الى جانب المطارات والخدمات التي تحدثت عنها؟ البرنامج احنا بالنسبه لنا البرنامج الزمني 5 سنوات، ونامل حقيقه انه يعني انه نستكمل هذا البرنامج خلال فتره ال5 سنوات. هنالك نماذج مختلفه في الخصخصه عندما نتحدث عن المطارات الرئيسيه تحديدا. فعندنا مثلا المطار مثل مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة، مطار صرفت عليه مبالغ طائلة، صرفت عليه الدولة،
اوكي، وطبعا عن طريق تمويل بالصكوك ونحو ذلك. الاتفاق الان عندنا الان تقريبا حدود 4 أو 5 شركات تتنافس على إدارة هذا المشروع. هذا أحد النماذج اللي هو إدارة وتشغيل وصيانة، وبالنسبة لنا إحنا نتشارك معهم في الدخل. النموذج الآخر اللي هو زي ما ذكرت لك مطار الأمير محمد بن عبد العزيز في المدينة المنورة، وهنالك حقيقة عدة مطارات سوف تأخذ نفس السياق، ولذلك لا يوجد نموذج محدد، إنما البرنامج الزمني 5 سنوات ونتمنى ذلك. في بعض القطاعات إذا سمحتي لي، في بعض القطاعات المهمة واللي هي يعني حقيقة في قطاعين مهمين، واحد اللي هو مثلا احنا الآن في نقاش مع أحد الشركات المتخصصة في اللي يسمونها السلوتس مانجمنت، اللي هي خانات الرحلات في المطارات. يعني احنا الان المطاراتنا يعني اداره الخانات اللي هو بالنسبه للطائرات القادمه والمغادره تتم عن طريق اداره المطار، وقد يكون فيها نوع من يعني احنا لا نشك في مدى يعني الجهد المبذول من قبل الزملاء في هذه المطارات، ولكن الهدف الأساسي أنه احنا نسندها إلى شركات متخصصة بحيث أنها أن نرفع الكفاءة في بالنسبة لإدارة الخانات الرحلات. النقطة الثانية، نحن في نقاش حقيقة الآن مع القطاعات الأمنية بحيث أنه ونتمنى إن شاء الله أنه هذا النقاش يتمخض عن إنشاء شركة أمنية متخصصة في تولي كافة المهام الأمنية، طبعا تحت مظلة مقام وزارة الداخلية، ولكن هذا أحد الأهداف الرئيسية للرقي في الخدمات في مطاراتنا. الحديث من الخصخصة هو قديه رح يكون في مساهمة للطيران بالناتج المحلي الإجمالي بالنسبة للمملكة بعد عملية الخصخصة، وما هي الإيرادات المرتقبة يعني برأيك بعد إتمام العملية وخمس سنوات؟ والله الأرقام يعني حقيقة احنا في عندنا يعني عندنا الفاينانشال بروجكشنز اللي هي للمدة الخمس سنوات القادمة وكلها بوزيتيفز. طبعا احنا بالنسبة انت تعرفين المطار المملكة يوجد فيها 27 مطار، احنا بالنسبة لبعض المطارات الضعيفة اوكي اللي ما عليها حركة عملنا مجموعات اوكي، وخلينا المطارات هذه كمجموعات بحيث انه مطار ضعيف يحمله مطار قوي، ولذلك هذه احد النماذج اللي احنا حقيقه الان في مرحله مراجعه كبيره الى مدى امكانيه تطبيقها. هذا واحد. الشيء الثاني يعني للاجابه على سؤالك تحديدا، احنا اليوم في المملكه يعني نلاحظ خاصة في النقل الداخلي هنالك يعني حقيقة نقص حاد اوكي في النقل الداخلي، ولذلك يعني الشركة السعودية الخليجية سوف تبدأ اعمالها ان شاء الله في شهر ابريل القادم. شركة نسمة التي ستنطلق من المحور الشمالي في مدينة حائل سوف تبدأ ان شاء الله في شهر ابريل. هذه حتساعدنا في حل جزء من مشكلة النقل الداخلي وجزء من النقل الدولي. الخطوط السعودية تمر في مرحلة إعادة هيكلة كبيرة جدا جدا، يعني قد تكون أحد يعني حقيقة الهيكلة الكبيرة التي لم تمر فيها السعودية منذ سنوات، ونطمح إن شاء الله برضو من خلال هذه الهيكلة وبناء وتجديد اسطول الخطوط السعوديه انه نتمنى ان شاء الله انه على مدى 3 أو 5 سنوات انه حنلمس يعني حقيقه نقله نوعيه في قطاع النقل الجوي. وقتها نكون يعني اشتغلنا على الخطوط، ليس الخطوط السعوديه تحديدا وانما على الخطوط الناقلات، اتكلم على الخدمات اللوجستيه الأخرى وعلى المطارات
فإذا اكتملت هذه المنظومة خلال الخمس سنوات القادمة بإذن الله تعالى سوف نلحظ إن شاء الله نقلة نوعية في صناعة النقل الجوي. تحدثت عن المها الخليجية وأيضا طيران نسمة، ما عدد التراخيص التي يمكن أن تمنح لمزيد من الشركات لتبدأ عملية النقل الداخلي على الأقل؟ عدد الشركات التراخيص، يعني هل سنرى تراخيص لعدد من الشركات الأخرى خلال عام 2016؟ والله احنا في عندنا مشروع لمحور في المنطقة الجنوبية مشابه للمحور في المنطقة الشمالية، الموضوع مطروح لكافة الشركات التي ترغب. إذا الشركات القائمة عندها الرغبة والمقدرة أن تتولى هذه المهمة فإحنا نرحب في ذلك، عدا ذلك إحنا نرحب في أي مستثمرين يودون الدخول في هذا المجال. أسعار التذاكر الآن بالنسبة لمعظم الشركات هل ستتواكب مع تراجع أسعار النفط وتوازي هذا التراجع الذي حدث بأسعار النفط؟ إحنا من ناحية بالنسبة للهيئة العامة للطيران المدني إحنا يعني حقيقة نركز يعني تحديدا على الدور الأساسي لنا اللي هو التشريعات، مراقبة التشريعات، تطبيقها، تنفيذها، السلامة، الأمن. الأسعار التذاكر تخضع إلى مراجعة، أوكي؟ في خطوط عريضة، أوكي؟ وضعت للشركات تعمل من خلالها، ولذلك ولكن إحنا سوف يعني لا نحب إنه إحنا كمشرع أن نتدخل في 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 تحديد أسعار التذاكر بالنسبة للشركات. في مجمل دول العالم يعني في هنالك برامج، أوكي؟ أسعار التذاكر يعني نحن فريدين حقيقة يمكن من دول العالم اللي أسعار التذاكر عندنا ثابتة. دول العالم كلها الأسعار تكون مرنة بحيث كلما حجزت مبكرا كلما حصلت على سعر أفضل، وكلما حجزت متأخرا قبل الرحلة بساعات كان السعر أعلى. أنا أعتقد أنه هذا هو النموذج الأمثل، فإذا طبق فأنا لا أعتقد أنه حيكون في ضرر على شريحة كبيرة، أوكي؟ في الواقع قد تستفيد شرائح كبيرة من المجتمع، أوكي؟ من هذا الأسلوب، وإنما يعني من يدفع الأسعار العالية هم أصحاب المصالح ورجال الأعمال وآخره الذين يودون السفر في آخر لحظة. الساعة المقعدية أخيرا سيد سلمان، يعني كم ستزيد بعد عملية الخصخصة بالنسبة للطيران السعودي؟ والله احنا الان زي ما قلت لك عندنا يعني 2015 كان اعداد المسافرين 81 مليون و500 الف. التوقعات بالنسبه لنا يعني على فكره انا ذكرت في اللقاء اللي قبل قليل انه لو كانت عندنا البرامج تطوير المطارات تمت قبل 3 ولا 4 ولا 5 سنوات واستكملت احنا حنشوف ارقام حقيقة ممكن تكون دبل الارقام هذه، ممكن تكون 3 أضعافها. احنا نتوقع في الارقام اللي موجودة عندنا عام 2025 نتوقع الارقام يمكن اعداد المسافرين ان تتجاوز 140 مليون. نتمنى لكم التوفيق معالي الاستاذ سليمان بن عبد الله الحمدان رئيس هيئة الطيران المدني السعودي، شكرا على وجودك معنا. مرحبتين، اهلا وسهلا وشكرا لك على الاستضافة.